ايه اكتر يبقى شكوى خلاص بتسمعيها من الستات؟ عدم الاهتمام. مفيش اهتمام. ده من ده ده دي ده على فكره انا كنت فاكره ان دي المساله دي في الثقافه بتاعتنا، ده طلع في العالم كله. يعني انا كل ما بروح حتى مؤتمرات عالميه بقعد مع زمايلي او كده، في ورك شوبس، في سيشنز بتاع، بتلاقي حتى الحاجات مثلا في امريكا الجنوبيه، في استراليا، في اليابان، في اوروبا، في روسيا، كله اللي هي اكبر حاجه فريمد ان الست هي غريزتها ان حد يهتم بيها. واكتر شكوى من الراجل بتجيلك ايه؟ نكديه. بس ست نكديه. شايفه ست نكديه؟ هي بصي، هي بيضه وفرخه. ما لما حد بيقول لي كده بقول له طيب هل انت مهتم بيها؟ ما هو اصل لو انت مهتم بيها ومدلعها، يقول لها كلام حلو، شكلك حلو النهارده، ايه الحلاوه دي؟ تسلم ايديكي. هتبقى نكديه ازاي؟ يعني ازاي هتبقى نكديه؟ لا بالعكس، هي هتشتري الكلمتين دول لان هي عايزاهم، هي محتاجاهم، محتاجه تسمعهم طول الوقت. بس لو في مشكله بتبقى زوجيه ما بين الازواج، وخاصه لو مشكله جنسيه، بيبقى صعب حلها في مجتمعاتنا الشرقيه، لان هم اساسا الراجل بيرفض يسمع. لا لا، ما بقاش يا امير، الكلام ده قديم قوي. اختلف الموضوع؟ اختلف. انا بقى كار ده بقالي 25 سنه. ف زمان كان كده طبعا، دلوقتي كان زمان إيه؟ بييجوا يقولوا لي ايه، لو حطيتي يافطه على العياده احنا مش هنيجي تاني. يعني انا كنت بشتغل في العياده، كنت تيمي فاهمه. وكانوا يشترطوا ان اللي يجي ويمشي يبقى في جاب 10 دقائق بينه وبين اللي هيجي تاني. انا ما حدش يشوفني. لا احنا كنا فين؟ احنا كنا فين؟ لا دلوقتي خلاص بقى عادي. وبقى عارفه ليه؟ برضو الاعلام قام بدور كبير جدا جدا، انه يعرف الناس انه يا جماعه از سمبل از، ببساطه مشاكلكم لها حل، مشاكلكم لها حل، مشاكلنا لها حل، سواء مشاكل في العلاقه الزوجيه، بس بشرط يكون هما الاثنين عايزين يكملوا، وهما الاثنين ويلنج، يعني على عندهم رغبه ان هما يكملوا وان هما يضحوا من اجل هذه العلاقه. او المشاكل الجنسيه اللي كانت زمان بتبقى all or none، يعني يا اما قادر جنسيا يا اما غير قادر جنسيا. لا ده في النص محطات كتير قوي قوي، وايا كانت المحطه في علاجات بتخلي بتسوق الشخص للقدره الطبيعيه بتاع المناسبه لسنه. وهل في دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي، في مثلا امراض معينه خاصه بهذا العصر بخصوص القدره الجنسيه؟ لا هو بس اللي انا ملاحظاه ان بدات الحاجات اللي كانت زمان، ان اول ما بدات الكارير بتاعي كنت بشوفها في مثلا في سن فوق ال50، دلوقتي عمالين بننزل بقى، يعني على مدى ال 20 25 سنه اللي فاتت بننزل بالسن. للاسف. ليه؟ لان احنا ليه؟ شوفي احنا عندنا 3 مشاكل جامده جدا. وكلهم اعداء للقدره الجنسيه، ودي برضو يعني من هذا المنبر بوجه كلامي لاي راجل او اي ذكر او اي شاب قاعد. عندنا التدخين، الاكل الغلط، قله الرياضه. الثلاث حاجات دول انا بسميهم مثلث التهلكه في الحياه الجنسيه. الاكل بمعنى ايه؟ مثلا الجانك فود، الجانك فود ده اللي برضه اللي ما يعرفوش مليان مواد حافظه. المواد الحافظه دي بتخلي القدره الجنسيه مش كويسه. تمام. المقليات اللي هو ديب فراينج بقى، اللي هي كل تقريبا كل الاكل الاولاد بيحبوه، بالذات اللي عندها اطفال ما تديهمش الديب فراينج ده. تمام. ماشي. ده برضه اللي هي الحاجات المقليات، بالذات البانيهات. اللي هي يعني انت عندك نشويات وعندك دهون وعندك حراره عاليه، اللي هي يعني متبروزه كده، بتدمر الموضوع. تماما. وبتخلي فيه كوليسترول. الكوليسترول طبعا ضدنا تماما. من ضمن الاكل الغلط مثلا، بالذات اخواننا في الصعيد ياخدوا بالهم، المسبك. المسبك زياده عن اللزوم. المسبك الزياده قوي. اللي البصله بتسود والصلصه بتطلع عينها والحاجات دي. دي بتعمل حاجه اسمها هيدروكاربنز، تخش جوه الجسم تبوظ الكبد. والكبد يعني اساسي جدا في العلاقه الجنسيه، لان هو اولا هو اللي بيصفي الجسم من السموم. فبيفقد القدره دي شويه شويه. تاني حاجه ان هو بيقلب الاندروجين اللي هو البترول، بيوديه بيخليه تستوستيرون اللي هو البنزين. انت عارفه لما بتروحي تنوني عربيتك مش بتحطي بترول. ايوه. بتحطي بنزين. فهو اللي بيقوم بالعمليه دي هو الكبد، فاحنا محتاجين الكبد. طب ايه الاكل الصح؟
اللي يخلي يعني الموضوع احسن. على فكره ممكن نفس الاكل بس نعمله بطريقه تانية، يعني نعمل اعمله رز واعمله ملوخيه واعمله فاصوليا واعمله كل حاجه، بس ني في ني كله يستوي مع بعض. بس انا عايزه اقول لك حاجه، يعني حضرتك بتقولي دلوقتي انه السن قل، يعني زمان كان بيجي لك مشاكل في فوق ال50، دلوقتي السن قل. طب ما زمان كانوا بياكلوا مسبك ويستنى البلدي، وكانوا كان عمرهم عشان كده كان بيبتدي بقى الموضوع عندهم متاخر، لان كان هو فاكتور واحد ماشي، كانت عامل واحد تمام. لكن دلوقتي بس كمان كانوا الناس دول اللي هم حتى في الريف طول النهار بيمشوا، طول الوقت بيمشوا بيتمشوا يعني فدار فدار رياضه، عارفه الكاونتر بتاع الخطوات ده اللي في الساعات الجديده. انا متهيالي ان هو كان مثلا في اليوم بيعمل لهم 60 70 الف خطوه، يعني اللي احنا دلوقتي نفسنا نعمل 5000 مش عارفين.